لما بتكلم بقى ان انا هاخد السلايس سيلكشن ده واطبقه على كذا سلايس جنب بعض. انا دلوقتي مش عايز بس اخد جزء معين، ده انا عايز اخد كذا جزء او اخد جزء ات تايم علشان في الاخر اكون فوليوم، يعني عشان يبقى عندي في الاخر صورة للجزء اللي انا عايز اصوره. فانا بقى متخيل ان الشكل بتاعي ايديالي بيبقى حاجة بالمنظر ده كده، بس براكتيكالي بيبقى شكله عامل كده نتيجة لان انا يعني فعليا شكل السلايس بروفايل بتاعي مش بيبقى ايديال زي الجيت اللي انا متخيلها هنا وزي الريكتانجلر شيب اللي انا متخيله هنا. فالنقطة ان الاجزاء اللي بيبقى فيها اوفرلاب بين السلايسز وبعض تعمل حاجة اسمها كروس توك. كروس توك ده نتيجة الاوفرلاب اللي بين السلايسز وبعض، فيستحسن ان انا اسيب مور سبيسنج بين السلايسز عشان اخلي الاوفرلاب ده يبقى مينيمم او اخلي الليس كروس توك ده يبقى موجود. طبعا نبقى عارفين كويس قوي ان احنا عشان نختار، لو انا عندي سلايس هنا عايز اختار سلايس تانية هنا، كل اللي انا بعمله ان انا بغير الموديوليشن بتاعي. انا بيسكلي باخد الشكل بتاعي اللي هو الفريكوانسي كونتنت بتاع البالس بتاعتي اللي هو فرضا سي هنا مثلا الباند ويث بتاعي 1 كيلو هرتز، بعمل له موديوليشن بالفريكوانسي اللي هي سنتر فريكوانسي بتاع السلايس اللي انا انترستد فيها. اوكي، فبيسكلي بغير الشكل ده بس مغير بحركه اخليه في عند السنتر بتاع الايه، سنتر حوالين السلايس سنتر بتاعي او السلايس سنتر فريكوانسي بتاعتي بتساوي كام. لو انا حبيت اغيره يمين مثلا او شمال بغير الايه، بغير السنتر فريكوانسي او بغير الموديوليشن من غير ما اغير اي حاجه لها علاقه بالايه، بالباند ويث بتاع البالس بتاعتي او شكل الباند ويث او شكل البالس نفسها. البالس بروفايل بتاعتي ار اف بروفايل بتاعي ما بغيروش. اوكي، فهو فعليا الجزء بتاع تحريك السلايس نفسها عشان اختار دي او دي او دي او دي بيتم عن طريق تغيير الموديوليشن زي ما انا كنت قلت في الايه، في الجزء الاولاني هي السلايس بوزيشن بتاعي بختاره على اساس ايه.